اذا هي تلخيص اللي عملناه لحد الان. هي السيستم الاصلي اللي بدينا منه، هي الانالوج سيستم للبلانت اللي بدينا منها من هون. كان فيها تو بولز، واحد منهم دوميننت، على اساسه قررنا السامبل تايم، حطينا زيرو هولد اوردر هولد، واخذنا السيستم هذا اللي هو هذا مع هذا مع هذا، حولناهم لهي الترانسفير فانكشن في الزد دومين اللي اعطتني 1 0 2 بولز. بعدين بدنا، كان المطلوب انه نطلع الرايز تايم الاوفرشوت 0.7 اللي هو الاوفرشوت 4.6% اللي هو بتناسب مع زيتا 0.7، طلعت معنا وطلعنا قيمه كي اللي بجيبها اليوم. اول شيء راح اعمله راح اتاكد، هلا انا دخلت على السيميلينك، اخذت الترانسفير فانكشن زي ما هي نفس الترانسفير فانكشن اللي احنا طلعناها، حطيت هون جين السيريز معك جين اللي هو 0.6089، والمفروض هلا اذا عملنا ران للسيستم قديش لازم يكون الاوفرشوت؟ طيب طلع اول شيء ليش هذا بدا بعد الواحد بدا يطلع؟ ليش بداش يطلع بعد الزيرو؟ ليش هيك التاخير هذا؟ لانه ستيب بعد الواحد، تمام، لانه ستيب نفسه. فلذلك انا كان الاحسن شو اعمل هون؟ احط عشان اتاكد اشوف وين هاي، كان لازم احط هون فيو او اغير هاي للزيرو. ماشي بصير غير هاي وقتها، خليه يبدا ستيب تايم ات زيرو تايم، بس عشان ما تفكرش انه في ديلي او سكند. إذا واضح الآن هون إنه ستيب وقتها كان at zero time. شو بنلاحظ قديش القيمة النهائية اللي عم بوصلها؟ ليش؟ ليش مش عم بوصل واحد؟ لأنه في عندي ستيدي ستيت ايرور. كيف ممكن أنزل هذا ستيدي ستيت ايرور؟ كيف ممكن أخفف منه؟ بزيد الجين، بس المشكلة إذا زدت الجين شو راح يصير عندي؟ إذا إيش لازم أحط اللي بيحل لي فعلا المشكلة؟ بي اي لو حطيت بي اي كنترولر بقدر وقتها اغير البي والاي، والاي رح يتخلص من الستيدي ستيت ايرور. بس هلا ما حدش سالنا عن الستيدي ستيت ايرور رغم انه مخزي هلا الستيدي ستيت ايرور قيمته هائله مضبوط بين الواحد والبوينت 4، في عندي حوالي تقريبا 0.6. طيب خلينا نتاكد من شغله ثانيه، ايش عرض الستبس هدول لازم يكون؟ السامبل قديش السامبل؟ بوينت 2 المفروض يكون عندي خمس درجات كل ثانيه مضبوط؟ هي درجه، هي تنتين، هي ثلاثة، هي أربعة، هي خمسة خلال 1 ثانية، معناها السامبلينج تايم فعلا قديش؟ إذا السيستم بتغير بنعمل له أبديت كل 0.2 سكند، وهذا الجواب الصحيح. الشيء الثاني بدي أتأكد منه، بدي أتأكد فعلا إنه الأوفرشوت 4.6%. حتى أعمل هيك في طريقة بتسهل عليكم تعملوها، بتعملوا زوم على الواي أكسس، هي زوم واي أكسس شايفينها؟ بدي أشوف أول شيء هاي القيمة بالضبط قديش، فبعمل زوم زي هيك. بعمل بعدين برد زوم زي هيك، هي تقريبا عندي القيمة، القيمة هاي هون قديش؟ تقريبا عندي سيتلينج منها تقريبا 0.3784 0.3785 مضبوط؟ أقرب لل 0.3784، إذا هاي القيمة هون تقريبا 0.3784، إيش بدي ألاقي هلا؟ القيمة العليا اللي وصل لها هناك، فبرجع بعمل أوتو سكيل وبعمل زوم على هاي المنطقة. هاي واضح القيمة هاي تقريبا 0.3948 مضبوط؟ حد يقسم هذول الاثنين على بعض؟ إذا قسمنا 0.3948 على 0.3784 تعطيني 1.0433. ايش يعني؟ يعني الاوفر شوت قديش؟ 1.43 صح؟ هي مش هذا هو الاوفر شوت؟ ايش يعني 1.0433؟ يعني واحد منهم اكبر من الثاني بقديش؟ لما انا بقسم رقمين وبيطلع معي 1.0433 هو اكبر منه بقديش؟ بهذا الرقم، مش هيك؟ اللي هو هذا قديش؟ اللي هو 0.0433، او هذا شو بيساوي؟ اللي هو قريب من ال 4.0. يكون في عندنا خطا بسيط في الحسابات لما طلعنا زيتا من الجراف، اوكي؟ ماشي واضحه هاي؟ اذا عندنا هلا هون تحقق الشرط والرايز تايم، خلينا نتاكد من الرايز تايم كمان مضبوط؟ كيف بدنا نتاكد من الرايز تايم؟ قديش احنا قلنا الرايز تايم المفروض يكون؟ هذا هو ما طلبه، احنا قلنا هيك راح يطلع 0.7. حتى اتاكد من الرايز تايم بدي ارسم خط وهمي من هون مضبوط؟ بدي ارسم خط وهمي من هون انه هاي القيمه اللي عم نعمل سكريمنتها، واشوف هو امتى بتقاطع مع هذا الخط. هي هاي تقريبا مش هيك؟ هي تقريبا 0.7 مش هيك؟ مضبوط واضح؟ ليش 0.7؟ هي الزيرو. امتى بدات الستيب؟
امتى احنا خلينا ستيب تبدا؟ من زيرو. من زيرو. اذا ستيب وينها؟ ستيب انا ما رسمتها بس كان على الاوسيلوسكوب كان بامكانك تدخل شانل ثاني وترسمها. طبعا ستيب راح تطلع من هون وين وين راح تروح؟ لواحد. لواحد. في عندي مشكله كبيره بالستيدي ستيت ايرور. انا ما بنكر بس احنا هلا مركزين على ايش؟ على اول شوف صاحب مصنع بنجلى وشوف هاي البوينتس 60% ايرور مضبوط. في عندي ايرور ضخم ضخم بدنا نحله بس هلا احنا شوي شوي بدنا نمشي عشان نعرف كيف نوصل. إذا زدنا الكي شو راح يخرب عندي؟ الاوفرشوت. لذلك شايفين ليش احنا بنحب نضلنا نزيد الكي؟ شايفين ليش الكي كويس انه ازيدها؟ إذا زدت الكي راح يتحسن عندي الرايز تايم وراح يتحسن عندي الستيدي ستيت وراح يخرب. وإذا زدت كي كثير شو بصير؟ اوكي ماشي واضح؟ إذا متأكدنا من هاي الأشياء. هلا شيء ثاني كمان خلينا نعمل فيريفيكيشن نتأكد إنه شغلنا صحيح. راح نعمل الشكل راح أرجع على الماتلاب. وفي الماتلاب رح امشي كل الخطوات هاي على السريع رح نشوفها نمشي فيها بسرعه الخطوه من هون لهون اللي احنا قعدنا فيها محاضره ومحاضرتين. ها مزبوط. كيف بدي اعمل؟ رح ابني بالماتلاب الانالوج سيستم او الكونتينوس سيستم. فراح اقول النيومريتر شو بيساوي؟ اضرب الثلاثة في 5 15. والدينومينيتر تبع الانالوج سيستم او الكونتينوس سيستم شو بيساوي؟ رح اضرب اس في اس رح تعطيني اس سكوير 1. بعدين رح اضرب 3 في اس و5 في اس رح تعطيني 8. بعدين راح اضرب 3 في 5 راح تعطيني 15. اذا هي صار عندي الكونتينوس سيستم هي ترانسفير فانكشن تبعته. خليني اشكله راح اسميه سيسي عشان اتاكد انه هو كونتينوس ترانسفير فانكشن نيومريتر. ما بدي هون سامبلينج تايم شايف ما في شيء اسمه سامبلينج تايم في الكونتينوس سيستم. اذا هي صارت عندي ترانسفير فانكشن هلا بدي احول. كيف احول؟ بدي سيستم بيسي. اذا شو بستعمل؟ ايش الاستراكشر بستعمله؟ سي 2 دي. سي 2 دي راح احطهم سيسي. وهون لازم يا بحط السامبلينج تايم ما بعرفش اذا بصيرش احط السامبلينج تايم. اظن لازم احط السامبلينج تايم. احنا عارفينها بوينت احنا قررنا بوينت مضبوط. هلا شو لازم يطلع معي؟ لازم يطلع معي نفس الترانسفير فانكشن اللي هون مضبوط. مضبوط شغلنا 0.1798 0.1054 1.0543 5 1 -0.9167 مضبوط و 0.2019 معناها شغلنا كله مضبوط. شو بقدر اعمل الان؟ بقدر اعمل الروت لوكس. بدي اعمل الروت لوكس على مين؟ هلا لاحظوا الروت لوكس اذا حطيت سيس سي شو بيعمل؟ طلع لي على اس بلين. واذا طلعت حطيت سيس دي هو اوتوماتيكيا بيعرف على الزد بلين. فيعني خليني افرجيكم الهذا تبع الكونتينوس سيستم على فكره. هي هذا الكونتينوس سيستم. هلا اللي مش ماخذينه ما راح تعرفوه ما شرحناهوش. انه هذا بالكنترول العادي هي 2 بولز ماينس 3 ماينس 5 بيلتقوا بصيروا هون كريتيكلي دامت وبعدين بيطلع بهذا الاتجاه. بحاله الكونتينوس عمره ما بصير السيستم انستيبل. نرجع هلا لا اللي احنا بهمنا اللي هو اذا هون شو راح اغير بس؟ سيستم. وبعدين راح احط الزد جريد وراح اعمل اكسس راح اسحب هاي من هون عشان يضل سكوير. بعدين راح نعمل زوم. هلا احنا المره الماضيه تتذكروا ايش كنا نفتش هون؟ على زيتا 0.7 بشيك وخلصنا منها وصلنا لهون وحسبناها وطلعت معي قيمه زيتا اللي بتحقق شرط زيتا بشيك وطلعنا قيمه زيتا او قيمتين زيتا اللي هم الكومبلكس كونجيكت بير مش هيك؟ اذا طول عظيم كانوا قديش؟ 0.4 بلس ماينس 0.23 جي مضبوط. بس هلا احنا بدنا نفحص شيء ثاني. شو بدنا نفتش؟ قيمة كي شو بتعمل؟ بتعمل السيستم انستيبل. هي هون مضبوط. شو بقدر اعمل الان؟ اذا عملت عليها دخلت عليها وطلعت قيمة زد شو كمل بيطلع معي؟ بيطلع قيمتين لزد اللي هم الكومبلكس كونجيكت بير يو هذا واللي تحت مش هيك؟ هذول كيف ممكن اطلع قيمة كي عندهم؟ ايش بستعمل؟ ماينس 1 على اف اوف زد بتساوي كي. إذا خلينا نعمل زوم هلا إن هون، نعمل زوم على هاي النقطة، نعمل زوم كمان، نعمل زوم كمان، نعمل زوم كمان. خلينا نحاول نطلع الخيار اللي طلعت معي، رح نعمل زوم كمان مرة. طلعت تقريبا ماينس 0.23.973 مضبوط؟ كيف طلعتها؟ نزل خط عمودي من هون. هي بتطلع أقل شوي من ماينس بوينت أو أكثر شوي من ماينس 0.23 وهون بتطلع تقريبا 0.9725 3 وهون بتطلع تقريبا 0.232 ماينس 0.232. هاي طبعا تذكروا انه هاي جي فصارت قيم زد اللي بتعمل السيستم انستيبل
minus 0.232 تساوي minus 0.232 plus minus 0.973. واضح انه في نقطتين، ليش في نقطتين؟ لانه هي بترجع تطلع اي واحده من هدول رح تعمل السيستم انستيبل. هاي وهاي سيمتريكال، لازم يكون سيمتريكال شيء، فهي النقطه هي نفس هاي النقطه. اذا شو بعمل انا لو اخذت القيمه هاي لزد وعوضتها، اي واحده منهم اي واحده من هذول عوضتها في اف اوف زد شو بتعطيني؟ بتعطيني قيمه كي بتخلي السيستم انستيبل. في طريقه ثانيه لفحص الستابيليتي اللي هي ايش؟ بالجوريز، ممكن استعمل جوريز. فراح اعمله هلا في المحاضره اللي بعده، بس اطفي الفيديو اشغل الفيديو اللي بعده، راح نطلع قيمه كي بطريقتين مختلفتين اللي هم بعطوني السيستم انستيبل، بعدين راح ارجع على وين راح ارجع؟ على السيميلينج، واحط هاي القيمه بالسيميلينج واتاكد انه هاي القيمه الصحيحه اللي بتعمل السيستم انستيبل. كيف راح اعرف بالسيميلينج انه السيستم انستيبل؟ بدخل على كي، بغير كي بالسيستم، شو راح يطلع معي؟ شو راح يبين معي؟ سيستم نشوف اذا كانت لسه فاتحه عشان ما اضطرش ارد ارجع عليها مره ثانيه. خلينا نبدا نجرب قيم ونشوف. هلا راح احط هاي القيمه على جنب، فزد اللي بتخلي السيستم انستيبل بتساوي او مارجن الستيبل يعني ماينس 0.232 بلس ماينس 0.973. خلي هاي هون، راح اعمل الاشياء اللي هون، راح نجرب قيم. احنا راح نجرب قيم لكي، هي هاي مش بلانت حقيقيه. لو انها بلانت حقيقيه شو كملنا عملنا فيها واحنا بنجرب؟ كان دمرناها مش هيك؟ بس الحلو بالسيميلينك انه ايش عندنا؟ عندنا فيرتشوال سيستم. اذا جرب قيم لك هيك، واضح طبعا انه 0.6089 ستيبل مش هيك؟ جرب قيمه، ليش جرب؟ 10 5 جرب 5، هي 5 ونعمل ران. ايش صار بالسيستم؟ الاوفرشوت عادي بس لسه السيستم ستيبل. شو صار عندي بالستيدي ستيت؟ رتبهم احسن بكثير مضبوط، بس خربت ايش؟ شو تحسن عندي؟ جرب كمان ثاني، جرب 10 دمرنا السيستم، واضح شايفين عم يعني بصير هون؟ عم بزيد، رح يضل يزيد الى ما لا نهايه. يعني لو زدنا الوقت هذا خلص اتدمر السيستم، انكسر او خرب او خلص صار اوت اوف كنترول. يعني خلي هاي مثلا 20 ثانيه نكمل. هي واضح السيستم هذا انه القيم هون عاليه جدا، هاي 10 تو ذا 10 تو ذا 4 يعني مش 1 و 2 10 تو ذا 4. طبعا السيستمز الحقيقيه خلص توصل مرحله معينه رح يعمل ساتشوريشن. طيب خلينا اذا نفتش، احنا عملنا 5 و10، خلينا نعمل مثلا 7. اي سيستم رجع؟ ستيبل. الاوفرشوت طبعا اكثر شيء بقدر اوصله هو 2، يعني 100% بوصل 2 مش هيك؟ طيب خلينا نجرب مثلا 7.5. يعني كانه على حفة لها، يعني بدا ها بدا لسه في ديكي، بس الديكي بطيء جدا. جرب 8. خلص اذا نصور بين 7.5 و8 تقريبا مش هيك؟ 7.5 كانت حفة الهاي، طبعا واضح هي هون هي الاوفر شوت 100% هون، بطل في شيء اسمه اوفر شوت اصلا، مش رح يعمل، رح يضل يعمل هلا جروينج لحد ما يوصل مع لا نهايه.